السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير يا رب. والله أنا كل يوم متابعة البرنامج بتاع حضرتك، الحمد ربنا لله، يبارك في عمر نورتي، حضرتك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ممكن اتفضلي أكلم الشيخ رمضان؟ اتفضلي. لو سمحت، يعني أنا في مشاكل ما بيني وما بين حماتي، يعني أنا أصلا يعني اللي بعمله عند ربنا مش عند حد. حماتك عايشة معاكي؟ لا هي مش عايشة معايا، هي أصلا في حتة وأنا في حتة، تمام، بس هي اصلا مستايباني في حالي. بمعنى ايه؟ يعني لما بيبقى في مشكله مثلا بيني وبين جوزي، فانا بتصل، انا والدتي متوفيه، فانا بتصل بيها فبقول لها الوضع 1 2 3، فبتحط عليا انا، بتقولي انت ابني من ساعه، انا بقالي 4 شهور متجوزه، انت ابني من ساعه ما اخدك ما جاش خطوه لقدام. انا اصلا ما كنتش عايزه الجوازه دي من الاول، وطبعا قالت لي الفاظ ما لهاش لازمه ان هي تتقال. فكل الحكايه ان انا اصلا كنت بشتكي لها ان يعني ان ربنا ينزلها ابنها يا رب، ان هو بيشرب والكلام ده، فانا بشتكي لها. يعني انا تعبت، انا عملت مواقف كتير قوي معاه انتي وخدت بقالك جنب كتير 4 شهور معاه، متجوزة بقالي 4 شهور متجوزه وفي مشاكل؟ وفي مشاكل طب وانتي بسبب ان هو بيشرب؟ بسبب ان هو بيشرب. طب انتي ما كنتش تعرفي وانتي مخطوبة ان هو ما بيشرب؟ يعني كنتش اعرف، اكتشفتي ده لما اتجوزتيه؟ اكتشفت دوت لما اتجوزت. وطبعا حماتي كل ما يجي اشتكي لها تقولي انا ما كنتش عايزه الجوازه ديت من الاول، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، وابني من ساعه ما اخدك وهو ما جاش خطوه لقدام، ويعني وقعدت تقولي الفاظ، يعني انا مش هينفع ان انا اقولها ما لحضرتك. تقوليش ما تقوليش هو فانا عايزه اسال الشيخ، يعني انا اللي عملته معايا اصلا عند ربنا. انا واحده كنت رايحه ازورها في رمضان، فقالت لي انت ايه اللي جابك، يعني انا رايحه عشان ازورها في رمضان، قالت لي انت ايه اللي جابك. طب هي شايلة منك ليه؟ الله اعلم. وكل لا اللي طلع أكيد في عليها حاجة. ان هي، بصي، هو كل ما حد يجي يكلمها تقول لك انا مش معترضه عليها، بس انا مش عايزه اتجوزها. هي من النوع اللي هي بتحلم كتير، فهي عندها اعتقاد ان لما بتحلم الحلم بيبقى بيتحقق، يعني انت فاهميني، اني مثلا اني انا مش كويسه، هي حلمت اني انا مش كويسه يبقى انا مش كويسه. هي عندها العقده ان هي اي حاجه بتعملها بتمشي بالاحلام بيها، اي خطوه بتاخدها بتمشي بالاحلام بيها. فهل انا عايزه اسال الشيخ، يعني انا لو مثلا قطعتها وما اتكلمتش معاها، هل يبقى عليا ذنب؟ يعني يبقى عليا وزن؟ يعني انا حتى لما بتكلم مع جوزي بقول له طب بص، لعدم المشاكل عشان البيت يستقر خلاها هي في حالها وانا في حالي. ما هو انت اللي بتروحي تحكي لها على فكرة، هي ما بتكلمكيش، انت اللي ما بتروحي انا تقولي لها. عارفه. ما بصي، ما انا بقول لحضرتك، هي اول المشكله ان هي رنت عليا في رمضان، تمام، فقالت لي انا حلمت بجوزك ان هو بيشرب وكده، قلت لها لا. فجيت تاني مره راحت ترن عليا، راحت قالت لي بصي انا بقالي 3 ايام عماله بحلم بجوزك وما تكذبيش، جوزك بيشرب ولا لا؟ قلت لها ايوه هو بيشرب. فحطت بقى يعني اللوم هي ما كله هيش عليا، عارفة، مش عارفة ابنها بيشرب ولا بيشربش. قسما برب العزيز، بصي انا ما بقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل، واللي عملته معاها عند هو ربنا، جوزك بيشرب ايه؟ بيشرب حشيش وسجاير، طيب وكل اسبوع، يعني مش دايما، بس هو قعد فتره كان على طول على طول على طول على طول. فانا اخدت جنب، لدرجه اني انا بكلمها بتقولي انت لو واحده خايفه على جوزك تعملي له قعده رجاله، طب انا هروح اجيب ناس من بره اقول لهم جوزي بيشرب؟ طيب فانا مش عارفه هل لو انا قطعتها هيبقى عليا وزن، يعني انا مش عارفه، يعني انا اللي عملته معاها عند ربنا ومش مستنيه اجر ولا منها ولا من حد. طيب حاضر، تابعينا يا مدام عبير. انا ما رضيتش ابص لك وانا بكلمك. ضعيف. اول حاجه، هو احنا ما بنصبرش على بعض ليه؟ يعني الموضوع كله يا استاذه لمياء 4 شهور، 4 شهور لسه يعني الاربع واحداث سنين كتير، تحس انه في احداث بالظبط، كتير حاصله، احداث كتير جدا، ومش صابرين على بعض ابدا. يعني فين ابويا وابوكي وجدي وجدي؟ كانوا بيعيشوا بال30 سنه وال40 سنه لا ما ويحصل هو ما بينهم. الزمن ده خلاص بقى اه مبقاش فيه والله، منه. يعني 4 شهور، 4 شهور ايه يا فندم؟ 4 شهور ايه؟ ده احنا يعني ما لحقناش نعمل اي حاجه خالص. ايه الاحداث دي كلها؟ انتوا قاعدين في الشارع؟ ده كارثه كبيره جدا. فاحنا ليه ما بنطولش بال على بعض؟ رقم 2، انت ليه بتطلعي سر بيتك؟ انت ليه بتتصل بحماتك وتحزنيها على ابنها، وهي بتتصل ببنتها بزوجة ابنها تقول لها ابني بيشرب؟ ما منك لابنك، انت مدخلاني انا في النص ليه؟ يا جماعه الاحداث كلها على بعضها غلط. صحيح.
من الالف الى الياء غلط، اللي بيشرب غلطان، وهي اللي مطلعه سربتها غلطان، والست اللي عماله تقول انا بحلم، انا ماله من الاحلام؟ يعني احنا بناخدش تصرفاتنا من الرؤى والاحلام، وبتشتمي مرات ابنك ليه؟ هذا لا يجوز شرعا، كل ده غلط. الموضوع على بعضه كله من الالف الى الياء خطا. اربع شهور ما لحقناش حاجه اصلا، وسر بيتك بره، واحداث كتيره جدا، وبتشتموا بعض، وقالت لي الفاظ، وحسبنا الله ونعم الوكيل. احنا لسه عملنا حاجه يا جماعه، ما تهدوا على بعض، ما تهدوا على نفسكم، ما تهدوا عشان البيت يمشي، تهدوا عشان السفينه تكمل طريقها. ده كارثه كبيره جدا. كله على بعضه غلط، ما بقاش حد عنده صبر. طبعا كله على بعضه يخالف شرع الله عز وجل. نتقي الله تبارك وتعالى، ولا يجوز انك تقطعيها ابدا، ولا تكلميها تشتكي لها. بالظبط، تحزنيها على ابنها ليه؟ ولا تكلميها تشتكي لها، ولا تكلمي حد من طرفك تشتكي له. حافظي على سر بيتك. الزواج يا جماعه ستر ستر ستر، ارجوكم استروا بعض. صح. ستر يا جماعه، ستر، ما تغيروش صدور بعض على بعض. الزوجه اللي بتطلع سر بيتها وسر جوزها ما بتتنسيش طول العمر. صح. او غارت صدو خلاص قفلته عليها، ده كارثه. حتى اذا لم يطلقها لانه معاهم اولاد، هو ما بقاش مطمن خلاص. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه من اشر الناس منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. اسوأ بني ادم يوم القيامه اللي طلع سر بيته، اسوأ ست يوم القيامه اللي طلع سر بيتها. ده سيدنا النبي قال مثل شيطان غشي شيطانة والناس ينظرون. انت بتتكلمي على جوزك، الناس كلها هتسكت، وانت هتبقى انت وهو، بتخربي بيتك اصلا. فانت بتتكلمي في ايه؟ وما كملناش اربع شهور. ادي فرصه لبعض، ادي فرصه ان احنا نتفاهم. فلي بابك عليكي، وواحده واحده هتقدري ان شاء الله، ربنا هيكرمك وهو هيبطل ويبقى كويس باذن الله. بالظبط. حتى يا فندم لو ما كملناش برضه بما يرضي الله. صحيح. لا هجيب سيرتك ولا تجيبي سيرتي، وانتهى الموضوع. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. تتواصلي معاها بالمقدار، حتى لو انت حابه يبقى فيه نوع من الايه؟ من الاعتزال شويه، من غير خصام ومن غير شحناء ومن غير بغضاء.